هذا الشكل النهائي لصينية البطاطس بالدجاج والرز اللي سويناه، رز بسمتي بالشعرية. السلام عليكم، اخباركم؟ ان شاء الله طيبين. هسوي صينية بطاطس بالدجاج، صينية سهلة وبسيطة. عندي هنا الدجاج غسلته بمي وملح وخل، قطعته انا 4، تقدرون تقطعونه 4 و8 براحتكم. عندي فلفل بارد قطعته، عندي بصل شرايح، وعندي بطاطس، بس البطاطس قطعونها سميكة، وعندي طماط ضربته في الخلاط بس حسيته انه اخضر، حطيت عليه ملعقتين صلصة كبيرة، وعندي سمنة، وعندي ملعقة كبيرة فلفل اسود، وملعقة صغيرة بهار مشكل، وملح. يلا نقول بسم الله. أول شيء أخذ الصينية على هذا الخيران الفرن، شوفوا الصينية سهلة وبسيطة. أنا هقدمها طبعا مع الرز، بس ما راح أسوي رز مصري، أسوي رز بسمتي بالشعرية. بسم الله، أخذ ملعقة سمنة أحطها بالصينية، نزل البصل. بسم الله، خلي شغل الفرن، خلي شغل الفرن قبل 10 دقايق، أنا ما شغلته. واضح عندكم، هنزل الفلفل. بسم الله، هنزل البطاطس طبعا الكمية على حسب عدد أفراد الأسرة عندكم، وهنزل الحين الدجاج. خلينا نستجيب الدجاج، شو الدجاج ممكن تقطعون 8 أو 4، هذا على حسب رغبتكم انتم. أنا أحيانا أقطع 8 وأحيانا 4، اليوم قطعت 4 وأحط الفلفل الاسود والبهار مشكل. الفلفل الاسود عندي ملعقه كبيره، وبهار مشكل نص ملعقه صغيره عفوا، والملح. بسم الله، هنا اقلبهم. اللي ما عنده طماط يقدر يستخدم علب طماط، يضربونها في الخلاط، يحطون معاها صلصه وشويه يعني يقسموها كده، تضربون الخلاط. انا اليوم عشان عندي طماط فريش حطيت عليه نص كاس مويه، بس حسيت الطماط اخضر فضفت عليه ملعقتين كبيره صلصه. نقلبها عشان البهارات. الدجاج والحين ننزل بالطماط. بسم الله، خلاص الحين هحطيها، حتى لو شغل الزبدة حتى لو ورق زبدة، وبعدين هحط لها قصدير، هدخلها الفرن لمدة ساعة. بعد الساعة هشيل القصدير، أحمر بس وجه، أحمر الدجاج وأشغل عليها من فوق. إذا خلصت أنا بوريكم شكلها. بسم
ندخلها بعدين عندي بوريكم الشكل النهائي. صينية البطاطس في الفرن، على ما تخلص صينية البطاطس هحضر انا الرز. اليوم ما راح اسوي رز مصري بالشعرية، هسوي رز بسمتي بالشعرية. عندي هنا الرز غسلته ونقعته، العاده نقعته 30 دقيقة بس اليوم مستعجلة نقعته بس فقط 20 دقيقة. هستخدم سمنة، حبة سمنة بيها تسخن، انتم براحتكم استخدموا سمنة او زبدة مع زيت اللي متوفر عندكم البيت او انتم تطلبونه. بسم الله الرحمن الرحيم، انزل الشعرية اول شيء احمر الشعرية. طبعا صفيت الرز يعني غسلته ونقعته 20 دقيقة وصفيته. بسم الله وحضرت منحار عشان انزل على الدليفري. شو اضربها باستمرار عشان ما تحترق عندكم الشعرية. اليوم غدانا سهل وبسيط، بس من زمان لما سويت صينية بطاطس يعني حتى من قبل رمضان من زمان. الله اكبر. العيال كانوا يبغون، هم اكثر شيء يحبون الدجاج يعني متبل بالفلفل الاسود والكركم في الفرن، اكثر شيء يحبون عندي. بس ما سويت والله بضلية فترة، حتى في رمضان ما سويته، فقلت لهم ان شاء الله بكره اسوي لكم ان شاء الله باذن الله. انا عاد اسويه بس ما اصور لكم، يعني ما ادري تبغون اصور لكم. هي سهله وبسيطه، واسوي مع الرز قلت لي الجبل، واسوي جنبها سلطه خضراء. شلون نحمر الشعرية. شدنا لا إله إلا الله، شدنا لا إله إلا الله. شوف تحمرت عندي الشعرية وخذيت هذا اللون الجميل، شوفوا ما شاء الله تبارك الرحمن. راح ننزل بالرز. بسم الله الرحمن الرحيم. بضلها جديدة دقيقتين عشان تغمق مع السمنة. بحط الملح، ثم صوتي واضح عندكم، وملحة. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله نزل الماء الحار. بسم الله الرحمن الرحيم. نزلت شوية، بسم الله، يعني الماء يكون فوق الرز بشوية يجي معاكم نثري، نفس الوقت تطلع مستوي، يعني مو الحبة قاسية. لا تنسوا تضبطون الملحه. شو كده خلاص اخليه لما يشرب الماء، وبعدين اغطيه واحطه على النار هاديه لمده 20 دقيقه. اذا خلص خلاص ونشبت اوريكم هذا الشكل النهائي، يكون خلص صينيه البطاطس.